من اي حد عين. جبتيهم ازاي؟ لا ده شغل فهيمه بقى. بس بقول لك ايه يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك وانت رايحه، ولا اقول لك خدني معاك عشان قلبي يطمن عليك. ما تخافيش عليا، انا عارفه كويس هعمل ايه. خصوصا ان دي اول مرة اتعامل فيها مع الوزارة. طلباتك انك تدفع 150 الف جنيه وتكون المناقصة من نصيبك. لا 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 يا مدكور بيه، ده مبلغ كبير قوي، وكمان المناقصة مكسبها كبير قوي، مباني قديمة كلها خيرات، يعني انقضها هتغطي تكاليف ازالتها، وقبل مبلغ تدفعه لك الوزارة مش هكفي. انا هدفع 100 الف جنيه. شوية يا مدحت بيه، ما تنساش ان المبلغ هيتوزع على 5 من اعضاء اللجنة. معلش هعوضها لكم المرة اللي جاية. انت عارف انا نفسي اخدمك، وانت عارف غلاوتك عندي قد ايه، علشان كده بعد العملية هيبقى لك كادو كبير قوي خاص بيك. طب في شرط تملي بنتمسك بيه. اتقالك الفلوس تدفع في الاول كاش بس كده. اتفضل يا سيدي. ما بلاش تتعب نفسك وتخرج الفلوس، هات الشنطة كده كلها. غالي يا سيدي والطلب رخيص، الشنطة وصاحب الشنطة كمان. اتفضل. طيب استأذن أنا بقى. طيب يلا بينا. اتفضل. الو، مساء الخير يا زكي بيه. اهلا بيك. واصل الفيديو؟ اصلي قلت ان التلفزيون الالوان لازم يلزمه فيديو، ولا ايه؟ لو ليك عندي شويه افلام كويسين قوي. ان شاء الله بكره هفوت عليك في المكتب. في البنك. اصل بصراحه ليا طلب صغير عند حضرتك، عاوزك تريح لي الشيك اللي بابو مليون جنيه بتاع المنصوره. وفوق كده بقى في خبر حلو قوي قوي علشانك، المرسيدس هتوصل بعد اسبوع، وايه زيتي زي ما انت طلبت. ماشي يا زكي بيه، مع السلامه.
بس يا ست بقى وعرفت لك اخبار مدهشه. انت عارفه بقى اللي ساكن في الفيلا اياها بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدير بنك بحاله. وعرفتي اسمه ايه؟ اللي عرفت اه طبعا البنك يا ست اسمه بنك الفتوح. لا فتوح يا فهيمه، بنك البنك المفتوح. بنك الانفتاح؟ صح بنك الانفتاح. انت متاكده؟ ايه اللي متاكده؟ ده انا واخده الاخبار دي من وكاله انباء معتمده. بتقولي وكاله انباء؟ ايوه يا حبيبتي، بواب الفيلا هو اللي قال على الاخبار دي بنفسه. اصل المنيل على عينه وقف دباديبي، قال ايه؟ عايز يتاهل بيا قبل ما يفوت القطر. ما عرفتيش حاجه تانيه؟ لا عرفت يا حبيبتي اخبار تجنن برضه، عرفت بقى ان الموقوس مدحتي كل يوم والتاني يرش هدايا على مدير البنك وعيلته. ايش بقى تلفزيونات ملونه؟ وايش موكيت؟ وايش ورق حائط من اللي بنشوفه في التلفزيون؟ وايش فيديو ثلاثه سكام ولا اتنين باليه؟ ازيك يا صافي؟ صباح الخير، ازيك انت؟ اتفضلي اقعدي معايا، ده انا قاعده من الصبح زهقانه لوحدي. مبروك، ده انت ابتديتي تلويني اهو لبستي احمر. لا وبيني وبينك وقع في حب كبير قوي. لا يبقى خلاص بقى هتخش المصيده ده وتتجوزي؟ ها؟ ما افتكرش. ليه هو الحب وحش؟ محدش قال وحش، بس اخرته ايه؟ الحب حلاوته انه ما يبقالوش اخر. انا كنت فاكره كده زيك، لكن للاسف طلعت عايشه في وهم. انت ما تصوريش انا عملت ايه عشان خاطر مدحت جوزي. ياما وقفت جنبه، كل اللي وصل له ده بمساعدتي انا. هو انتوا اتجوزتوا عن حب؟ ايوه، بس هقولك على سر يمكن تستغربيه. قبل ما اتجوز مدحت جوزي كان متجوز واحده الظهر اي كلام، عملت عامله مهببه دخلتها السجن. انا ما كنتش عارفه الحكايه دي في الاول، وكل ما اساله عليها يقولي عيانه، ولما عرفت الحكايه دي هي اتواجهت بيها، وقلت له يا تتجوزني دلوقتي حالا يا اما مش هتشوف وشي تاني. قولي لي يا صافي، هو ما قالكيش هي دخلت السجن ليه؟ لا انا ما سالتوش. طب مش يمكن مظلومة؟ مظلومة ايه بس؟ بقولك رد زبون. وكان عنده منها اولاد؟ لا، بس في يوم من الايام كانت عايزة تلزق له عيل، انا خليته ما يعترفش بيه. وعرفتي ازاي انه مش ابني؟ عايزة تقولي ان واحدة دخلت السجن، يبقى عندها اخلاق. عندك حق. انا لو من جوزك لازم اعملك تمثال، ولو ما عملكيش التمثال يبقى ناكر للجميل. يا ريت تقولي له الكلام ده عشان يقدر. اول ما هشوفه هقول. خلاص هو زمانه جاي دلوقتي، اصل النهارده هيسمع خبر هيفرحه قوي. ايه خير؟ دي مناقصه هترسي عليه، اصل مدحت جوزي بيحب الشغل جدا. الحقيقه كان نفسي استنى واسلم عليه بس مش هقدر لان عندي ميعاد مع الجو، ولما بتاخر بيزعل مني قوي. لو حق طبعا. لا باي باي. باي باي. خلينا نشوفك عشان نرجع. ان شاء الله. باي باي. باي. البيه ما اتصلش؟ جوه في اوضه المكتب يا فندم. اوضه المكتب؟ ايوه يا فندم. من امتى؟ من حوالي ساعه. طب روحي. ما تقول حاجة، بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ سايبني مقطوعة في النادي مستنياك وحضرتك قاعد لي هنا وكمان مش عايز ترد؟ طبعا ما سيادتك داخل على المليون، لكن انا مش ممكن استحمل الحال ده، انا لازم. كفاية بقى، كفاية كفاية. ارجوكي ارجوكي سيبيني في حالي، انا مش عيبك. يا سلام، يا ترى ايه السبب المرة دي؟ ولا عشان خلاص مارست عليك المناقصة الدنيا مستيعاه؟ مناقصة؟ المناقصة طارت. طارت يعني ايه؟ انت مش كنت مالي ايدك منها؟ ودفعت 100,000 جنيه رشوة، 100,000 جنيه، وفجأة بعد ما رست عليا اتسحبت لمكتب النائب العام وكل أعضاء اللجنة تحولوا للتحقيق. ما هو انت برضو اللي غلطان يا مدحت، 100 مرة قلتلك ما تمشيش شغلك بالطريقة دي، لما بتسلم مرة بتقع في التانية. أنا طول عمري بمشي شغلي بالطريقة دي،
لو ما عملتش كده هبقى غبي وشغلي عمره ما هيمشي. ما ديك شفت النتيجة اهي. النتيجة مش طبيعية. أكيد أكيد حد عرف حاجة وبلغ. بلغ؟ سعادة البيه في بوكيه ورد جه لحضرتك. بمناسبة إيه؟ تعيش وتاخد غيرها. معناه إيه ده؟ تلاقيه بعت واحد من اللي كسب منك المناقصة. أنا رأيي ولا يهمك. انسى الموضوع خالص. خليهم يحس إن أنت ولا همك حاجة. إيه رأيك؟ تيجي نسافر نتفسح في أوروبا؟ أنت إيه؟ ما بتفكريش غير في نفسك ومزاجك وبس. انت ايه؟ انا خلاص زهقت. عيشة تأثر العمر. كان عندك حق لما قلتيلي تعرفي على مراته. اما طلعت حتة ست. ايه؟ حقيقي ما جمع الا موفق. ايوه كده. خليها تاخد لك بطارك منه. طاري؟ طاري انا اللي هاخده منه ومنها. وهتشوفي. يخرب عقلك يا عادل، انت ما بتتكلمش جد ابدا. واحد لا ضحك اليومين دول، ده بكره مستورده بالدولار. على رايك يا اخي. صباح الخير يا صافي. اهلا. ازيك يا ميرفي؟ عادل زميلنا في النادي. ميرفي صاحبتي. ما تقعد يا ميرفي. قومي بينا نتغدى في حته هاديه. والله فكره، بس على شرط ميرفي تيجي معانا. وجوزك؟ ماله جوزي؟ لو شافك. لو شافنا نقول ان عادل خطيبك. طيب ولو الجو شافني؟ خلاص نقول ان عادل خطيبي انا. معلش يا صاحبي مره تانية، لاني جاي اقعد نص ساعه وعندي معاد. اخصى عليك. طب يا عادل خلاص مش هقدر اجي معاك لوحدي، انت عارف. طيب زي ما انتوا عايزين، امشي انا عشان عندي رحله كمان ساعتين. اوكي باي باي. اسمع ما تنساش تجيب لي حاجه حلوه. احلى منك مش هلاقي. باي باي. باين عليه شاب لطيف قوي. فعلا دمه خفيف اهو، بيخفف عني الهم اللي انا شايفاه اليومين دول. جوزك برضو؟ ايوه يا ستي، واليومين دول عنده مشروع كبير، وطول النهار والليل سايبني وقاعد مع مدير البنك. لما خلاص طهقت. ما هو كله برضو عشانك يا صافي. عشاني انا؟ لا مش عايزه، طهقت. صباح الخير يا بنتي. من فضلك اوضه المدير. اتفضلي. مع السلامه بقى. انا تحت امرك. الحقيقه انا كنت جايه بخصوص قرض بنص مليون جنيه، لاني داخله مشروع هيزيد عن مليون جنيه. مشروع ايه يا فندم؟ انتاج بيت ودواجن. يا ريت سيادتك تعملي لنا مذكره تفصيليه للمشروع وطريقه تمويله والضمان. ضمان؟ ايوه، عقارات مثلا، سندات. حضرتك طبعا عارف. غريبه، مع ان مدحت ابن اختي قال لي غير كده. مدحت مين يا فندم؟ المهندس مدحت عبد الفتاح، ما هو اللي وصاني اجل سيادتك، وقال لي اني حاضر اخد من البنك قرض من غير اي ضمان. مش ممكن، قوانين البنك لا يمكن تسمح بحاجه زي كده. معلش القوانين خليها على جنب شويه، انا مدحت مديني فكره وانا جاهزه وتحت امرك. تحت امري في ايه؟ انا هدفع زيه واكتر. يا فندم مفيش كلام زي ده هنا. والمرسيدس الزيتي والشيك ابو مليون جنيه اللي متحول من فرع المنصوره واصلا ملوش رصيد ومركون بقاله شهرين واكتر. ما حصلش ده كده كده كده. يبقى انا هبلغ النيابه عن مدحت، لانه اداني معلومات غلط، ولانه شوه سمعه راجل شريف زيك. ازاي تقول لخالتك الكلام ده؟ بقى ده جزاء اني خدمتك. عاوز توديني بداهيه؟ خالتي مين؟ انا ماليش خالات. امال الست العجوزه دي تبقى مين؟ وايه اللي عرفها اللي بينا؟ انا ما فتحتش بقي قدام اي حد. مراتي نفسها ما تعرفش. يبقى في حد شم ريحه الموضوع. عشان كده المليون جنيه لازم ترجع يا مدحت، والا هيكون مصيره ومصيرك السجن. الفلوس دي لازم ترجع في بحر 48 ساعه. فاهم يا مدحت؟ قولي لي اتكلمت مع مين عن حكايه القرض اللي اخدته من البنك؟ انطقي.
قرض ايه وبنك ايه؟ انا ما عنديش فكره عن شغلك خالص. امال مين الست العجوزه اللي راحت لمدير البنك دي؟ مين؟ انطقي كلامي. انا عارفك لسانك طويل وما بيسكتش. لا انت زودتها قوي. انظر نسيت انا مين. خلاص خلاص هيتخرب بيتي. ايه الحكايه يا مدحت؟ انا اصلي اخدت قرض 1,000,000 جنيه من البنك بدون ضمانات زي العاده وبسدد براحتي وحطيت كل الفلوس في مشروع المدينه السكنيه ونتيجه اللي حصل ده لازم ارجع المبلغ. خلاص ما ترجع. منين؟ بقولك صرفت كله على مواد البناء ورمي الاساس، يعني علشان ارجعه لازم ابيع حاجات كتير جدا وباي سعر او اشهد افلاسي. عاوز اعرف، عاوز اعرف مين اللي بيعمل فيا كده؟ مين اللي من مصلحته اللي حطمني؟ اكيد واحد من اللي انت حاولت قبل كده هو تخرب بيوتهم، تفتكر هيسيبوك؟ طب ازاي؟ بيعرفوا اسراري ازاي؟ من مين؟ مع عاطفة تمنياتي بالخراب والدمار. مين اللي جاب الواد ده؟ المرة دي واحد تاني يا فندم. ما سألتش هو مين؟ مهر محل؟ ما قالش يعني ايه؟ أي حد يجيب أي حاجة تاني لازم تسأله منين ومن أنهي محل؟ حاضر يا فندم. ما تنرفزش نفسك، تعالى نفتح. ماليش نفس. يا رجلي طول النهار نلف في الشوارع نحب بعض. معقوله ده حب تلامذه ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ هو عايش مع اهله وانا عايشه مع خالتي زي ما انت عارفه. طب اللي يحل لك المشكله دي ازاي؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده مفتاح الشقه بتاعتي، كنت باجرها زمان مفروش لكن دلوقتي بتنفع. انت رقيقه قوي يا صافي، انا مش عارفه اشكرك ازاي، بس انا خايفه تكوني محتاجاه. لا اطمني، قدامك كل ايام الاسبوع ما عدا السبت والحد بالنهار. حاضر. قلت لك عايزه اتطلق يعني عايزه اتطلق. وانا مش هطلق. يعني مش طايقك يا اخي، هتعيش معايا بالعافيه بكرهك يا بني ادم بكرهك. مش مهم. امال ايه عندك المهم؟ المهم انك تفضلي مراتي، انا راجل اعمال وطلعنا ممكن يأثر على سمعتي ومشاريعي في السوق. إلا إذا إلا إذا إيه يا بيه؟ دفعتي لي 100,000 جنيه. إيه؟ مش هدفع لك مليم واحد. خلاص بلاش، أنا شخصيا مش متضايق. استني بقى لغاية ما أزهق وأطلعك بدون مقابل، أو أنت تزهقي وتدفعي لي 100,000 جنيه. مش فاهم ايه اللي خلى شركتكم تغير موقفها بالشكل ده. احنا مش اتفقنا ان احنا ناجل سداد الكمبيالات دي؟ والله انا يعني مش داخل الموضوع ده. عندك رئيس مجلس الاداره حضرتك تقدر تتفاهم معاه. انا ما عليا غير اني اعمل سيادتك وبعدين اتخذ قرارات العكس. طيب مش ممكن يعني تدوني فرصه اسبوع؟ اسبوع واحد؟ احاول اتفاهم مع رئيس مجلس الاداره. بركه فيك انت برضه يا استاذ احمد. وانا مش هسالك الجميل ده ابدا. اسبوع اسبوع بس ادبر نفسي. ربنا يسهل. ساعتها هيكون لك عندي كادو، كادو كبير قوي قوي. واو. مع السلامه. شرفت يا سلام. أهلا إسماعيل بيه. أهلا إسماعيل بيه، بس إحنا متفرقش كده. في شرط جزائي أيوة في العقد، لكن حضرتك عارف الظروف؟ يا إسماعيل بيه تصرف زي ده هيأثر كتير على موقف الشركة المالي. بس ده انهيار بالنسبة لي يا إسماعيل بيه. اجيب لك فلوس منين؟ انت ناسي اللي اخدته ونكرته؟
انا مستعد المره دي اكتب لك ايميلات شيكات وصولات امانه. الديانه يحجزوا على الشركه يا صافي. الشركه دي انا ماليش دعوه بيها. انت ناسي ان انت عملتها بمجهودك؟ زي ما كانت بتاعتك وهي مليانه فلوس، اشربها بقى وهي فلسانه. من النهارده هتبقى كل حاجه بشرطك. هكتب لك نص الشركه، مستعد كمان اخليك مدير عام الشركه. عن اذنك انا مش فاضيه. رايحه فين؟ عندي ميعاد مع واحده صاحبتي. يحتاج خروج كتير اليومين دول. بحاول اخرج من الجو الكئيب اللي انت معايشني فيه. عن اذنك. استقدم استقالتك انت كمان؟ لا يا فندم، ده واحد دهون دلوقتي جالي، ده مهم جدا عشان حضرتك. طب روح انت. الو عباس، فين مدام؟ خرجت انت؟
طب انا منزل. اوكي حبيبي، اعمل لك تليفون. باي. ممكن اقتلك انت وهو، لكن فكرت بحالي، لقيت اننا هنخسر احنا الاثنين. انت حياتك وانا مستقبلي. الانسان اللي يفكر بعواطفه ويندفع في موقف زي ده يبقى انسان ضعيف، مش عارف اصول اللعبه كويس. لان الحياه لعبه. انت غلطتي بس انا كمان غلط، اتسهلت معاكي، اديتك حريه انت استعملتيها غلط. عايز تقول ايه؟ اوصل. ما تقطعنيش. معنى اني هادي ومتماسك قدامك اني ما جواهيش بركان بيغلي. انا جوايا وحش عاوز يدمر كل شيء. انا خسرت كل حاجه، كبريائي، كرامتي، لكن انا اتعلمت ان اي خساره اخسرها لازم احولها لمكسب، ولو حد ادنى من المكسب. انت دلوقتي ما تقدرش تعمل لي اي حاجه، فات الوقت ده خلاص. بس لازم تفهم حاجة مهمة، إني بكرهك وإنت اللي كرهتني فيك. إهمالك ليا، جريك ورا الفلوس، عدم إحساسك بمشاعري، وأنا ياما حذرتك، قلت لك طريقتك دي معايا هي اللي هتوصلني لكده. ودلوقتي إنت عايز إيه بقى؟ ما تطلعني تحافظ على كرامتك. أبقى غلطان لو عملت كده، لأنك هتتجوزي عشيقك زي ما اتجوزتيني قبل كده. بس أنا أقوى من إني أموت زي جوزك الأولاني، وأذكى من إني أديك الفرصة. احنا هننسى اللي فات، الزمن هينسهولنا، لان اهم حاجة عندي دلوقتي موقفي اللي انا فيه. شركتي مديونة، موقفي المادي منهار، يعني هيشهر افلاسي في خلال اسبوع. وانا دلوقتي محتاج 250,000 جنيه علشان اعدي الظروف دي واقف على رجليا من تاني.
اظن ان اقل حاجه تعمليها وانت في موقفك ده انك تدفعي المبلغ ده ونحاول نبتدي من جديد. انا عمري في حياتي ما شفت انسان زيك. انا بستخسر كل لحظه قضيتها معاك، بكره كل حته في جسمي لمستها في يوم من الايام. حضرتك عايز ايه؟ تستغل الموقف ده هو وتكسب مني؟ لكن بعينك انا اللي هسيبك ومش هدفع لك ولا مليم. انا اللي هطلع واقول للناس كلها انك ظبطتني مع شيء وسكت. هفضحك، مش هتهمني تضحكي. انا المهم عندي دلوقتي ان انا اشهر بيك لاني بحتكرك. سامع؟ انا بحتكرك. بعد الايام اللي فاتت. طب ليه ما حاولتش تتصلي بيا؟ انا كنت محتاج لك قوي يا حنان. سوري عشان انا ندمان قد ايه على اللي عملته في حقك. حاسس ان ربنا بينتقم مني على اللي عملته فيك. انا كنت طول عمري محتاج لك يا حنان، بس دلوقتي انا محتاج لك اكتر واكتر. يا ريت تنسي اللي فات وتستنيني لحد ما اخرج. انسى اللي فات؟ ياه، ده انت ما قدرتش تستنيني سنتين. عايزني استناك 15 سنة؟ انا جيت هنا علشان اشوفك في مكانك الطبيعي، في المكان اللي يستاهل انسان زيك. طبعا عرفت دلوقتي مين اللي جابك هنا. وين اللي كان بيبعتلك الوقت؟